ما الحاجة ما ينتجوش منها، لا الخيول ولا المعز. مثلا الخيل هذا ما ينتجش منه، ما الجذوعه ما غاديش ما يولدولوش، ما عنده ما يدير بهم، يبقى غير هم ياكلوا هنايا المرعى المعز والبقر، غادي يبيعهم اللحم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوان واخوات متابعينا الاعزاء، حياكم الله اينما كنتم. نتمنى من الله العلي القدير تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده وفي احسن الاحوال. ما شاء الله راه جيت هنا في العودات، جيت القاطع ديال المعز رعاء كما كتشوفوا، راه المعز والعودات تاعهم ما شاء الله، العودات راه سالين تبارك الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. العودة جات عندي ما شاء الله عليها، اللهم بارك فيها وبارك عليها ما شاء الله. الغادية وهي تابعاني سبحان الله العظيم، الخير راه مع الخير تبارك الله، مولاها ما يخصو تا خير. هاد البرقية هادي ما شاء الله عليها تا هي، هادو راهوما الساهلات الله أعلم، فهادو لي غادي هما العودات لي غادي نبيعوها الإخوان. كاين 8 ديال العودات غنبيعوهم للسبب لأنهم ما تيولدوش، باش كنا طلقنا معاهم، كنا لقحناهم في شهر 4 شهر 5، هادو راهم ما رفدوش. 8 العودات كاينين هنايا في هاد المزلة في هاد المزرعة، خليناهم وحدهم معزولين. وهادي ما شاء الله راه من أجمل العودات اللي عندنا هنا في قطع ديال العودات اللي عندنا، راه عندنا 23 عودة، وهاد 8 هادي راه غادي تباع إن شاء الله، غادي نبيعوها للحم، تمشي للمزارات وسوا تحلهم ويديرو بيهم كفتة الله أعلم. هاد الخير هذا الإخوان والأخوات راه ما تيعلفوش، غير داكشي اللي كيرعاو هنايا في المرعى، راه الخرينات ما شاء الله عليهم. كاين دوك 3 وكاينين 3 اخرين هما هنايا مخشيين في هاد الغابة هادي، ما كيبانوش مزيان. غنعيط عليهم نشوف واش غيجيو باش يتجمعو. هما 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 هوب هما هما هوب هما هما سبحان الله العظيم، غير غوت عليهم وداو يحنحنو. هما هما ايوا سبحان الله العظيم، كل سبحان الله الاسبان المعز يعيطو عليه بواحد الطريقة وواحد اللغز، والعودة كذلك، كل حيوان كيعيطو عليه بطريقته. هما هما هوب هما تيشوفو فيا الاخوان سبحان الله العظيم. شيء جميل تشوف هاكا القطع ديال المعز و العودات بدون مشاكل، كيرعاو مجموعين في مرعى واحد سبحان الله العظيم. هادو راهم ساهلين، ماشي بحال دوك لي حامل في المزرعة الأخرى اللي فيها البقر، دوك شوية صعابات، هادو كانوا يتعدوا على المعز، كانوا يجريو عليه، مكانوش يحملو. وهذا سبحان الله العظيم ما عرفتش علاش راهم ساهل، اش ما كديوهاش في المعز كاع. هذي تا هي راه عودة جيدة ما شاء الله، هذي راه سبق كان اللون ديالها حجر الواد، راها نتوما كيما كتشوفو راه ولا اللون ديالها اللون بيض.
سيري بعدين يا جاي سبحان الله العظيم كتحكك عليا سبحانك يا جليل. ها انتم يا خويا سبحان الله العظيم هي جيكوا ما الحاجه ما ينتجوش منها لا الخيول ولا المعز. مثلا الخيل هذا ما ينتجش منهم الجدعاره ما غاديش ما يولدولوش مع الدم ما يدير بهم يبقى غير هم ياكلوا هنايا المرعى المعز والبقر هذه يبيعهم اللحم ما شاء الله هذه راه تبارك الله عندها واحد الحجم ديالها ولا جميلة ما شاء الله ودير غير المرعى اللي تيرعاو هنايا في الغابة هو اللي كياكلو مكاينش شي أكل آخر مكيعلفوه مكنعطيهم تبان ما وما شاء الله كما كتشوفوا راهم في صحة جيدة أو سمانات راهم شبعانين دابا راهم جاو لهنايا على الطريق سبحان الله العظيم ديما كيجي في الطريق هذا كيحبس بالنسبة للثمن ديالهم الإخوان راه مغاليش الثمن دابا يبيعهم ديك ما بين 3000 و 4000 درهم كيتباعو تقريبا هذا هو الثمن ديالهم باش كيتباعو الخيول هنا لا الإناث ولا الذكور اللي كيتباعو اللحم تيتباعو ما بين 3000 و 4000 درهم 300 400 أورو هاد الخيل راه زوينين هادو راه ما شاء الله كل عندنا في البلاد راه يتباعو بالثمن انا خيول اصيله ادور عندهم البطاقات ديالهم بطاقات التعريف عندهم كلشي قانونيات ماشي غير قانونيات راه تيكونوا دايرين الثمن ماشي بحال ما تيكونوش عندهم الوراق دوك تيكونوا رخاص راه تكون عندنا ديك 20 سنة درها من دوك الكوارات هاد البرقية راه باقي عاقل عليها أنايا ملي كنجد ملي تزاد تكون عندها واحد 10 سنين هكاك 12 عام هذا هو الجهد الاخوات نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو هذا الجميل ديال العودات والمعز ما شاء الله انا اللي عجبكم وكنت على حسن ظنكم ما تنساوناش الله يجزيكم بخير على الضغط على لايك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.